ينطلق لوغان تيتاستيدا وجول صاروخ من لوغان تي وكارنسيكي يفشل في ابعاد لوغان تي مراوغه اولى بعد ذلك يتوغ المراوغه الثانيه وفي نهايه المطاف فاسكيز ماكسيم لوبيز دي لوغان تي بالكعب فراتيزي تسديدة وجول جول لفراتيزي وليس سولو الهدف الثاني لفريق وديسيرس ايرليتش هدية من ايرليتش ديسيرس ديسيرس يخلص الفارق تحدثنا عن معجزات وربما الآن تحدث ديسيرس يخلص طويلة من كارنسيكي نحو داسيرس ترويج ممتاز داسيرس مراوغة لكونسيلي وهدف التعادل داسيرس يعدل النتيجة ثنائية لداسيرس ثنائية لداسيرس لورنتي ضد فاسكيز لورنتي كرة نحو بيرامي في منطقة الجزاء بيرامي جول لبيرامي والهدف الثالث لساسولو قد يكون الحكم النهائي قد تكون كلمة النهاية للمباراة بيرامي وتقدم جديد لساسولو بعد عودة قوية من كريمونيزي الهدف الثالث في مباراة مجنونة ويبتسم بمرارة برايدا